ناشط اليوم فرحان كلشي بخير لاباس عليكم فرحان بزاف اني نتلاقى معكم مشاهدينا فين ما كنتو في حلقه جديده من الموسم الجديد البرنامج رشيد. اليوم مشاهدينا حاضره معنا واحد الفنانه مغربيه اللي شفناها في المسرح شفناها في السينما والتلفزيون قدمات بزاف ديال الاعمال وتالقات فيهم. اليوم غادي نتعرفوا على هذه الفنانه هذه من خلال هذا البيست اوف هذا ونتلاقاو. ما كنتش عارفه بلي هاد النهار غيبدل لي حياتي. انا هي هذيك البنت اللي ما كيعرفها حتى شي واحد. واش كو جو بروبوز سي ان موديل سبيسيال اوفرتور داكور. يعني سي ان موديل اونيك. اخبارك انيس كل عام كتجيبي نفس الوردات كل عام كنتفكر نهار جيتي خطبتيني فيه. هادي العائله مزيونه مسكينه وظريفه ودرويش هاد الله حشومه عليك وعاد من الفاميليا. هي فاميليا منين كتجينا حبيبه منين كتجينا في سلاله. عندك الصحه لاله. حتى انا ما خصنيش ندير فيك الثقه حيت ما كنعرفكش وما عنديش علاش نبات معاك في دارك. عرفتي غيجيكم مليح ماشي نبات في المحطة حسن. بغيتكم تحسوا بيا بصح قداش كنبغيكم. كنت وحدة ما كتصفقش. السلام عليكم. هاد اليامات ما فهمتش واحد الظاهرة كلشي ولا باغي يغني. صاحب ما يوقف قدامي غنوصل لحلامي وفينكم عدياني شحال دويتو فيا. عديان تابعينك. على ود سميتو تبارك الله الفيديوهات اللي كديري تابعينا بحال هكا علاش غنتبعوها العديان راه عليا عليا كنعرف على ما كتمعني عليا كتمعنا لك انا عندي قناه في يوتيوب سميتي العازبه بيوتي هكاك شحال عندك عندي 10 ديال اش ديال المتابعين على اللي كيدير لي متابعه كيبقى تابعني تابع تابع دابا تابعاني اش غندير ولك الادسنس الادسنس ادسنس مهم الطوندوز الطوندوز انا غندير اغنيه ديال العديان عاد سناني قريبا غادي نديرهم بالمرتع يلا تبارك الله كلشي ولا كيفاش انا بالاغاني وخلاص واحد امهم ناعمه المريض بيا الله يشافيه انا البدوي عاد ندوس فيه هاكا انا امي ناعمه وراه حنا اللي قلبنا طابا موتو بالسم وسرنا حنا اللي كنكليكيو وكنكومونطيو دابا انت كتغني ولكن انا الحاجه اللي ما فهمتش هو هذاك اللي حداك اش كيدير طلقة زيني وقال غني طلقة زينك وكتغني كيرا طلقة علينا وبيني وبينك راه ماشي غير مي نعيمة اللي غنات حتى واحد السيد كيدير المكياج سميتو قنانة عندي حقي بالزين وزيد ردات الوالدين عندي حقي بالزين وزيد ردات الوالدين وهادشي بالفلتر ولا بلا فلتر كان بغيك على الناس وبلا تخرج العينين صافي اخويا صافي ملي وصلنا لتخرج العينين نحبسوا هنا انا اللي سالي معايا اكثر هي نور كلشي كيغني الحب على الغرام على العشق على الخصام هي غنات على طاكسي بلاتي بعدا غير حدي لنا الطاكسي فين غادي ما عرفناش فين غادي طاكسي طاكسي هذا راه كاميو شري بلاتي انتشروا ويلا لا انتشروا كيفاش انتشروا Show, 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 show.
مشاهدينا استقبلوا معي بحراره عفاكم الفنانه مريم زعيمي. مريم مرحبا بك. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو رشيد. ماشي بخير؟ الحمد لله. فرحانة ناشطة. فرحان وناشطة. انت من الفنانين اللي كيدخلوا عندي مرتاحين البلاطو. انا من الفنانين اللي كيدخلوا فرحانين عندك البلاطو. نهار كبير هذا. ماشي بخير؟ الحمد لله. واش ما شفتيش باننا بدلنا العتبة؟ بدلتوا العتبة مبارك ومسعود. كي جاتك العتبة الجديدة ديالك؟ زوين غزالة. ليطاج. ياك. طلعتوا ايطاج. ليطاج الناس ساكنين تما. كاين ناس ساكنين تما. سي فغي؟ بيان سور. وقول لهم يهبطوا نسلموا عليهم. يهبطوا ولا نطلع عندهم؟ يلا نطلع عندهم. يلا نشوف. يلا. زيد سبقوا على بخير. الله يلا بخير الحمد لله. لاباس عليك. والله الحمد نهار كريت عندنا وحنا بخير. ياك وما بقيتي تحطي لي لا حلوى لا بسطيله. وي هذيك الشفعه كنهبط لك كتكسر ردي ما طبسي يدي معاك نكتبوا على الدار ردوا. وشنو موجوده لي غدا ان شاء الله؟ صافي بيناتنا بيناتنا. صافي جبت لك واحد الضيفه واعره. ياك. عزيزه عليك. حلف والله دخلنا عليك والله نشوفها نشوفها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. طلي طلي. راه جيتك تطلع غزاله طلع عليك غزاله. راه رشيد اللي قالت لنا الحومه مني جا هو اللي قالت لكم الدار هو اللي قالت لنا كل شيء. كارين ولا ساري؟ لا لا كاري هو مع سميتو رشيد الشوق. شحال حسب لك شحال حسب انا انا كاري عا 12000 ولكن وراه كاري لي بشي 6000 درهم حيت الشوق حيت الشوق حيت الشوق. اما انا خواه لا انا ما في خواه ما الشوق انا حاضي على الراجل اللي يشوفك اختي وانا ماشي بحالي اذا من الاحسن سلام عليك تكوني زعما شاكره شاكره لا درتيها. مريم نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. كبير فرحان انا تكوني معنا اليوم. انت انا واليوم خصك عندك بزاف ديال الزعامه باش تدوزي معنا هذه الحلقه هذه. علاش؟ حيت كيتسناوك بزاف ديال المفاجات بزاف ديال الحوايج. انا كيعجبوني المفاجات. هو اليوم غنعيشوا بزاف ديال المفاجات. مرحبا. وعندنا لك واحد المفاجاه تعجبك بزاف تسناونا مشاهدينا غنشوفوا المفاجاه ديال مريم الزعيمي وتعرفت تبارك الله معايا نيت دابا ولات كدير شي حوايج ما عمرنا كنا كنشوفوهم ولات كتحصل صا ولات كتغني من دائما. ياك من دائما كانش تحصل من امتى؟ من شحال هادي ولكن شحال هادي شحال سنوات ما كنتيش كتشوفني انت اللي عاد وليتي كتشوفني وليتي كتبارطاجيهم في لي ريزو سوسيو وليت كنبارطاجيهم في لي ريزو سوسيو. مريم زعيمي انت من مواليد اكتوبر 1983 ياك ولا لا؟ اكزاكتومون. وانت تزاديتي في مدينه فاس. اييه. والاصل ديالك من يلاه قول بدكاي سالسا مدريس زرهون. تحية للناس مواليد ريس زرهون. بالله غير عم كراني فاس شتي ما بيا حتى زنزاني في المحافظ. اش حكار انت وليتي مغنية؟ لا ما وليتش مغنية. وليتي مغنية؟ والله ما وليت مغنية. اللي كيخرج اغنية كيولي مغنية. لا اللي كيخرج اغنية كيعبر على شي حاجة بالغنى. ياك. اللي ما كيديرش البوم ورا البوم ماشي مغني. انت درتي اغنية على واحد الظرف عشتيه غنهضروا عليه من بعد داكو. ولكن ما لاحظتيش بينا دابا هاد الايامات كلشي ولا باغي يغني كلشي يدير كلشي يدير اغنيه اللي عنده الصوت واللي ما عنده الصوت هما عندهم الوجه عندهم فهمتوني ورا الغنى خصو الوجه حتى هو زعما ماشي غير اجي وغني يعني واخا ما يكونش عندك الصوت ما ممكن تغني نورمالمون نو ولكن انا كنشوف الا زعما الا بغيتي تعبر بهاد الطريقه على شي حاجه غير ما خصهاش تكون ابيوزي عاوتاني فين ما يقول لك راسك تنوض تغني تنوض تغني وانت ما عندكش الصوت فهمتي صعيبه شويه ولكن الا بغيتي تعبر على شي حاجه بالغنى كوسيله وي زعما ما فيها والو. انت
تقدري تعبري نهضر على راسي. تقدري تعبري لنا دابا بالغناء على الاحساس ديالك دابا في راشيد شو؟ يلاه جلستي باقا فرحانه، شنو ممكن تعبري بالغناء اليوم؟ انا ما كنعرفش نغني بلا جوع. بلا اش؟ بلا جوع. هادو شوف هادي الاستاذه سميتهم الباند. ورا داكشي علاش بغيت الجوع زعما الجوع هو داك اللي في السطح فهمتيني. شنو ممكن تغني مريم زعيمي اليوم للجمهور ديالنا؟ نغنيو يا بنت بلادي. يلا. نحيدوها في المونتاج هذه ولا نخليوها؟ يلا سولتهم تاعنا. نخليوها. إذا تفيقات على مريم زعيمي. راه مريم زعيمي أنا عارفة ديما زعما تبارك الله ما عندهاش. تبارك الله عليك مريم. الله يبارك فيك. مريم غادي نرجع معاك للطفولة وغادي نذكر أنا وياك أيام الطفولة كيفاش عشتها مريم وغادي نرجعوا لواحد الصور قدام بزاف تعطينا تعليق عليهم. عندك تصور ديال احنا؟ إيه بيان سور. يلا هلا نشوف. اوه هي كتقولها دابا كتقول اوه. انا كنقول اوه. عرفتي علاش كنقول اوه؟ تخيل علاش كنقول اوه؟ حيت خويا كيحرصني. كيخرصك مسكين. وحق الله كان حدايا وكيخرصني. انا ما بغيتش تضحكي في التصويره. لا عليها كنقول اوه. كتعجبني هاد التصويره. شنو كتذكر مريم في هاد الفتره هادي؟ شوف صعيب هاد الفتره نتذكر شي حاجه. انا اصلا لا فتره هاد الفتره ديال الطفوله باش كتفكرك انا غادي نشرح لك واحد الحاجه بعدا كنت مؤتنتيف صعيب انا ما كنتفكرش بزاف على الطفوله لان ما عشتهاش في بلاصه وحده عشتها مفرقه دونك ما عنديش شي بلاصه اللي فريمون عشت فيها بزاف ديال الحوايج باش بقات لاصقه لي في راسي عرفت بانكم كنتو كتنقلوا حنا تحولنا بزاف بحكم ان العائله ديالك من اسره ديال التعليم اكزاكتومون اسره ديال التعليم دونك دوزنا بزاف ديال البلايص في حياتنا دونك ما عنديش فريمون دي سوفونيغ دونفونس اللي هما مرسخين لي في دماغي بزاف من غير شي حوايج مي هادي زعما هادي اصلا شحال يكون عندي هنا كاع كتسولك انت واحد عامين تقريبا وي عامين تعاقل على شي حاجه فاش كان عندك عامين نسيت والو انا عاقل نعاود على عامين لا صعيب عامين صعيب صعيب من الطفوله الان واش كان من الاول مريم كتخيل راسها انها توصل لهادشي اللي وصلت ليه الان لا نهائيا انا ما كانش في بالي كاع يعني لا الطفوله ديالي ولا فاش بديت القرايه ولا فاش قربت ناخذ الباك ما كنتش عارف راسي انني غندير هذا المجال نهائيا ولا غادي نقرا شي حاجه سميتها التمثيل نهائيا اللي كنت عارفه هو انني ما بغاش نكون خدامه في بيرو وسط ربعه ديال الحيوط هذه هي الحاجه اللي ما كنتش باغيها كاع ومني خديت الباك ديالي كنت قررت انني غنمشي ندير اون ليسونس دونغلي في ليتيراتور انغليز ومن بعد غادي نمشي لطنجه باش ندير لانتربريتاريا الترجمه صافي وقلت اذا غادي نكون كنترجم يمكن السفراء ولا الوزراء ولا ربما علاش الرؤساء ولا شي حاجه بحال هكا المهم تخيلت راسي ماشي في بيرو لابسه طالوني وغاده جاريه مرشحات غاده جاريه مرشحات كنهضر له في ودنو صافي هادشي اللي تخيلتي هادشي اللي بدي المهم ماشي بيرو صافي ومني دخلت لونيفرسيتي بديت كنتعرف على الناس اللي دايرين المعهد بديت كنمشي معاهم كنتفرج في داكشي اللي كيديروا وعجبني الحال وانا نقول هادشي هو اللي بغيت صافي وانا نخرج من لافاك ومشيت لليزاداك يعني قلتي هادشي اللي بغيتي مشيتي ليه رغم انك ما كانش عندك ان تالون ولا تقولي انا عندي ان تالون في التمثيل ما عمرني ما فكرت فيها هادشي ما بانش في الاول في الطفوله هاد لو تالون ديال الوغ هاد لو تالون يمكن كان انا ما عمري ما رديت له البال ياك حتى نقول لك نقدر نقول لك هادي واحد العامين عاد عقت انني كنا كنديروا هادشي فاش كنا صغار حنا حيت حنا كنا دائما ساكنين في مدينه صغيره كسوا موزار ولا ازرو ولا افران وبحكم البعد العائله كامله في الرباط دونك دائما في العطل كيجيو عندنا
وملي كانوا كيجيو لنا كنا دائما كنبطلوا، وانا هادشي نسيته كومبليتمون. فاش مشيت ندير لي زاد كنسيت كاع بلي انا رفيت داير هادشي في الدار، ولكن حيت بالنسبه ليا ماشي دار الشباب، حيت فاش كتمشي لشي بلاصه الناس كيديروا فيها المسرح كلشي كيسولك واش درتي دار الشباب، واش كنتي في شي فرقه هاويه، واش فايت درتي شي اشهار، فهمتي؟ هادو هو الاسئله، ما كيقولكش واش فايت مثلتي في داركم. نجي مثلتي في داركم صالون الكوزينه، اش مثلتي في داركم؟ ما خلينا ما درنا. كانوا كيجيو عندنا خوالاتي وكنلبسوا لي كوستيم وكنديروا الماكياج وكنديروا عرس وبالكاميرامان بكلشي. يعني الموهبه راه من الطفوله، يمكن هادشي اللي قلت مع راسي في الاخر، قلت اذا راه كاينه الموهبه من الصغر. ما كنتش كنبغي هذه الجمله ديال ترعرعتو في وسط، ولكن في الاخير صدقت ترعرعتو. فهمتي؟ لا قولي لي ترعرعتو، تعجبني هذه. صدقت ترعرعتو في بيئه فنيه واسره ديال التعليم. اسره ديال التعليم اكزاكتوم. الوالدين ما اعترضوش في الاول على الولوج ديالهم؟ هما ماشي اعترضوا، هما كان عندهم تخوف. كيف كاع بحال اي واحد اكزاكتوم. كان عندهم تخوف، حاولوا ينصحوني باش ندير حاجه اخرى، ولكن انا كنت ديجا صافي تشربت، مشيت زعما مشيت فاش حضرت لي زيكزيرسيس وداك الشيء في لي زاداك، صافي بغيت هذيك القرايه اللي بغيت نقرا. دابا هذه مهنه وان باسيون بالنسبه لك. اكزاكتوم. مزيان دير شي حاجه كتبغيها. سير، هذاك هو الحياه، هو دير شي حاجه كتبغيها. فرحانه باش وصلتي لهنا؟ فرحانه وي فرحانه الحمد لله. وصلتي دابا في هذه الوقيته مريم الزعيمي، داك الشيء اللي كانت بغات توصل ليه من اللي بدات في هذا الحلم هذا ديال التمثيل؟ انا ما عنديش، ما نكذبش عليك، ما عنديش زعما جي با ان اوبجيكتيف كنقول خصني نوصل لهادي. انا كنخدم جوغ لو جوغ اي جيسي توجور باش نكون حسن. ما كطمحيش مثلا واحد النجوميه مثلا على المستوى العربي مثلا؟ ولا الا جات مرحبا، الا ما جاتش ما غاديش نقول انا كنت كنتسنى، فهمتي؟ ما عنديش هادشي في حياتي كامله، ماشي في خدمتي. أحلام؟ عندي احلام زعيمي كتجيني. كتجيك احلام زعيمي؟ بيان سيغ كتجيني احلام زعيمي. جدي وجدها كانوا ولاد العم. ما فراسيش هاد القضيه. والله الا كتجيني. معلومه جديده هادي. بنت عمي. بنت عمك. ما فاهم بنت عمي. هذه أول مرة كتقولها في شي بلاطو؟ يمكن. حصريا في رشيد شو احلام الزعيمي كتجيني. مزيان. مريم، اليوم عندي واحد الضيف مفاجأة بغيت ندخلو عندك. اها. نشوف غير واش داروا لي مكياج واش وجدوه ولا مازال. وي. ناري. فاجئتيني. ما عقلتش عليا ما كان كاع. كي جاتك المفاجاه؟ زوينه. مشى عندك ديريكت؟ جا عندي نيشان. بيان سيغ. تو ديسوندر؟ هذا شحال ما شفتي دابا؟ شكرا. شحال ما شفتي دابا؟ شحال هادي؟ ياك شحال هادي؟ لان حنا جابوا لنا البروبريتير ديال اسماعيل. هو اللي جاب لنا مخليها جوستومون عند اسماعيل، حيت ميرسي اسماعيل. حيت ملي كنكون خدامه كيبقى فيا، كنخليه في الدار بوحدو، كيوليو صحابي تا هما معذبين معايا. عافاك سير وكل ليو، عافاك سير خرج ليو، عافاك سير جلس شويه مع ليو. دونك اون ا ديسيدي افيك اندو بريسك 3 ans. الله يصلح. الله يبارك فيك. مريم تبغي يدوز معك حلقه ولا يمشي؟ لا لا غير يمشي. يمشي. يلا نشوف واش غيمشي. ليو ديسون. يلا. باي باي. الي ماشي ديما حزان، ماشي ديما فرح، اليوم نكبر يبان غد طيب الجراح غدو الطيب.
مريم زعيمي، الجمهور المغربي شاف واحد الاغنيه ديالك اللي غنيتيها مؤخرا واللي كانت اوماج للوفاه ديال الاخت ديالك. هذه الاغنيه هذه شافوها الناس في لي ريزو سوسيو، اليوم بغينا يسمعوها ايضا الجمهور اللي كيشوفنا بارتو في المغرب. واش ممكن تسمعينا هذه الاغنيه هذه؟ نحاول. بارك الله عليك مريم. ميرسي. نمشيو فاصل نبدلو هاد الجو هذا. شو مريم زعيمي. نعم. غادي نسولك واش عندك زعامه والجرأه انك تقولي لي شنو ما عجبكش في قطاع من القطاعات اللي غنذكر لك؟ شنو ما عجبنيش؟ واخا ولا الا كنتي وزيره مثلا، وزيره ديال الصحه، شنو هي الحاجه اللي ضروري غديريها؟ ضروري غنديرها الا كنت وزيره الصحه. الا كنت وزيره الصحه غادي المهم غيبان هادشي شويه اكسترا تيريست، ولكن ما كرهتش كلشي يداوى فابور وكلشي يكون عنده هادي ما كرهتش. ما كرهتش، انا عارفه بلي هادشي ماشي سهل وصعيب على اي وزير يوصل لشي حوايج زعما في بلادنا، ولكن ما كرهتش.
كلشي الدواء فابور وما كرهتش كاع السبيطارات اللي هما شبه سبيطارات عندنا يوليو سبيطارات ديال بصح ويولي فيهم المستلزمات ديالهم والاطباء يتخلصوا مزيان ويسكنوا مزيان ويعيشوا مزيان باش يقدروا يكونوا ساكنين في شي بلايص بعادين على جورهم بعادين على اهاليهم ويقدروا يؤديوا المهمه ديالهم في احسن وجه في ظروف زوينه وبوسائل اللي تكون موفره ماشي حيت شحال من بلاصه كنلقاو فيها كاين طبيب كومبيتون قاري وكل شيء ولكن البلاصه اللي هو فيها ما موفر فيها والو باش يخدم يعني الامكانيات خصها تكون متوفره الامكانيات خصها تكون متوفره الا كنتي وزيره ديال التعليم الا كنت وزيره ديال التعليم اوف الا كنت وزيره التعليم بعد اول حاجه غندير شنو هي النقيل ما يبقاش والغش ما يبقاش حيت بصح هذا سان كود غول ديالي اللي مزيان اللي جبتي هذا الموضوع باش نقولوا انا راه وليت كنستعجب كيفاش الناس كيهضروا على النقيل بحال انها شي حاجه اللي من حقهم وكيقولوها في ميكرو كيقولوا في ميكرو اليوم ما دوزناش مزيان حيت الاستاذ زيرنا وما خلاناش ننقلوا الله ياخذ فيه الحق كيقولوا بحال هكا بحال هكا في دي زانترفيو في دي ميكرو تروتوار كيهضروا على النخيل على اساس انه شي حاجه اللي هي مشروعه وخصهم يديروها ومانعينهم منها يعني هذه اول حاجه مسارك الدراسي ما عمرك شي تمرين ما عمري ما غشيت بالنقيل وداك الشيء ممكن نسول اللي حدايا ممكن تخلع ونقول شنو درتي في هذه واش حتى انت خرجت لك هذه ولكن النقيل لا الا كنتي وزيره الشباب والثقافه والتواصل اشنو اول حاجه ديري دابا ماشي اول حاجه ولكن من بين الحوايج اللي نبغي ندير هو يكون عندنا حيت شوف بغينا ولا كرهنا الفن مهنه واي مهنه خصها مينيموم دو مينيموم دو ريكونيسونس و مينيموم دو مويان دونك انا بالنسبه ليا ممكن ندير كاع الفنانه يكونوا دي سالاري يعني هادو كما الدوله كتصنع اطباء وكتصنع مدرسين كتصنع فنانين وكيخدموا هاد الفنانين يعني واحد السالير يعني الفنان يولي عنده سالير في الشهر يولي عنده ان سالير لان عنده ما يدار عندنا مسارح خصهم يخدموا كل نهار عندنا سينمات خصهم الناس يتفرجوا كل نهار وماشي ضروري يتفرجوا في شي حاجه برانيه خصهم يتفرجوا في ديالنا دونك ما تخلصيش في العمل تخلصي في الشهر وي نتخلص في الشهر وتكون عندي تغطيه صحيه وتكون عندي كيخدم واحد العمل كيشد فيه اللي ما يشدوش استاذ مثلا مده ديال 3 سنين هذه تخربيقه هذه لا ماشي تخربيقه هذا واقع شو 3 سنين استاذ في 3 سنين شحال كيشد استاذ واخا. في 3 سنين كاين مثلا فنان اللي كيقدر يخدم مع عمل ياخذ فيه مثلا 40 مليون مهم صعيبه هذه شويه 40 مليون خصو يكون كاتب وممثل وداير الكوتشينغ ومساعد المخرج فهمتي انت مؤخرا خديتي في شي عمل 20 مليون سمعتي لا لا وتو فاصون تو سي لي سالير راه كاينين راه كيخرجوا في شنو تسميوها هذيك جريده رسميه لا كيخرجوا لي سالير الممثلين ابخي كاين اللي كيزيد فيهم كاين اللي كينقص منهم ولكن كيخرجوا زعما ماشي شي حاجه اللي انت ما كرهتيش الفنان يولي سالاري يولي سالاري كون جو دي سالاري سا فو با دير انا ما كنهضرش على الفلوس كون جو دي سالاري سا فو دير كو غيكون برودكتيف كل نهار صافي دير غيكون كيخدم كل نهار غيكون عنده مسرح خصو يوجد كل نهار خصو يخدم كل نهار وخصو يعطي كل نهار فوالا والفنان اي فنان ولا لا الفنانه كاملين حيت دابا بزاف ديال الناس كي ولات كيهضر معاك يقول لك انا فنان لا 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 صعيبه هادشي اللي قلتي لي دابا حيت غنقول واحد الحاجه وما غتعجب حتى واحد المهم مزيان يكونوا بزاف ديال الفنانه كيتخلص لا لا بعد مني ما كيعجبنيش الصداع انا إلا كنتي مدرب المنتخب الوطني شكون هو اللاعب اللي ما يمكنش ما تعيطيش عليه ما يمكنش ما تعيطيش عليه ضروري خصو يكون حكيم زياش حكيم زياش ما يمكنش ما نعيطش عليه ما يمكنش ضروري يكون حكيم زياش في الماتش الا كنتي في بلاصه رشيد شو شكون اول فنان تستقبلي انت
مريم غتسولك اسئله ديال اخر مره وتجاوبي اخر بزربة. مره اسئله ديال اخر مره واخا وتبعي الموسيقى اخر مره بكيتي دابا شويه اخر مره كذبتي من غير اليوم اخر مره كذبت اقول هيك نسيت اخر مره كذبت ها هي اخر مره كذبت اخر مره عجبتي فيها راسك عجبت فيها راسي اليوم حيت عطلت عليك وي ولكن خارج عن ارادتي اسمح لي مريم تعطلت عليا مريم تعطلت عليك وتعطلت عليكم كاملين وسمحوا لي بزاف ولكن خارج عن ارادتي والله ماشي بالعالي مريم اعطيني ثلاثه ديال الكاليتي فيك ثلاثه ديال الكاليتي فيا حنينه ظريفة ونشطة يس وكدي ديبا لي كاليتي قلتي ليا ثلاثة ديال لي ديفو فيك ثلاثة ديال لي ديفو ثلاثة ديال الديفوات فيك بكاية بكاية كنتعصب بزاف وكنستريسي بزاف ثلاثة د الحوايج ما كتاكليهمش ما كاين كلشي كنا كلشي الحمد لله ثلاثة د الناس ما تعيشيش بلا بيهم ثلاثة د الناس ما نعيشش بلا بيهم ولدي وغنجمع عائلتي في وحدة وصحابي الناس اللي خراب ليا ماشي ناس هادو المهم صعيب ثلاثة د الناس ثلاثة د الكلمات ديما كتعاوديهم نزلت كلمات ديما كنعاودهم كنقول اويلي بزاف وكنقول ماما كبيده بزاف وكنقول ميرسي بزاف الا كنتي فيلم اجمل فيلم تكوني بزاف كيعجبوني ولكن كاين واحد الفيلم اللي تفرجت فيه ومعمري ما نساه وكيعجبني بزاف سميتو نوت بوك قصه رومانسيه شفتها سي ايستواغ دامور مانيفيك وانا كنموت على شي حاجه سميتها الحب دونك وي بوكو با واش مريم كتحب دائما كنعيش انا بلا حب ما نقدرش يا سلام الا كنتي مدينه مغربيه غادي نقول مراكش غير حيت كيعجبني الجو ديالها كيعجبني الهواء ديالها وكيعجبني النشاط اللي فيها غير حيت هكا اما زعما كل مدينه عندي معها شي حاجه دونك جو با ايتر فريمون اون سول فيل مي دابا بهذا النشاط اللي حنا فيه جاتني مراكش مريم إلا كنتي مثل شعبي إلا كنت مثل شعبي غنكون حاول على حمير كتتحش عليه مريم زايمي مريم قلتي لي أنا ما كنعيش بلا حب ما كنعيش بلا حب إيه وما تزيدش معايا بركة صافي حتى لهنا نحبسو هاكا قريبا غادي ان شاء الله نحضروا الحفل زفاف مريم زايمي قيدوا عندكم لا دات امتى عيط النقابه لا ما كاينش هادشي لا ما كاينش ما كاينش مازال واش ممكن تعاودي يعني وبعدا انس اصلا واحد الحاجه خصك تعرفها بهاد الجمله هذه ديال واش ممكن تعاودي لا واش ممكن واحد 50% ديال المغاربه الله يعرفوني انني اصلا انا ماشي نو سي فري في اطار انني ما كنشاركش وما كنقتاسمش زعما الحوايج ديالي شخصيين بزاف الناس ما عارفينيش انني انا ما بقيتش مجوجه نعم بزاف يعني واش ممكن تعاود مريم التجربه ديال الزواج هاي وي ممكن علاش لا ممكن وثلاثه الصفات نكملوا على داك لو جو ثلاثه الصفات ضروري خصهم يكونوا في شريك الحياه يلا سير ثلاثة صفات ضروري خاصهم يكونوا ثلاثة صفات شريك الحياة غنقلب لك على المهمين اللي عندي بزاف المهم أهم حاجة وي هي يكون عنده خاطره واسع بزاف ياه ضروري وجيبو جيبو تا هو واسع ماشي ضروري ماشي ضروري والله يكون خاطره واسع يكون مؤدب حيت أنا
حيت انا بصح كنقدر نكون مسطيه وكل شيء، ولكن ما كنقدرش نخرج العيب فاش كنكعب. دونك ما خصنيش شي واحد اللي يخرج معايا العيب. الا خرج معايا العيب والصفه الثالثه يكون كيبغيني قد ما كنبغيه بنفس قدره وشويه اكثر. من الميدان الفني ولا من شنو الميدان الفني؟ جو سي با، ما نقدرش نقول لك. مريم غادي نقول لك شي حوايج وخصك تقولي لي لمن كتوجه هذا الكلام هذا ولا لمن تبغي توجهيه. واخا لمن تقولي شكرا بزاف على كل ما قدمتي من اجلي. شخص واحد. ماما. ماما نبغي نقول لها شكرا بزاف على كاع على كاع داكشي اللي كديري معايا، وعلى كاع المساعده اللي كتخدمي لي، وعلى كاع الحب اللي كتعطي لولدي واتساع الخاطر و... الله الله. لمن تقولي قدام كاميرا ما صدقتيش. ما صدقتيش. ما صدقتيش. بلا ما نسميوه تقدري ت... بلا ما نسميوه. أنا نقدر نقول ما صدقتيش لأي واحد. نقدر نقول ما صدقتيش لأي واحد عملته بنية حسنة وهو عاملني بسوء نية. لما تقولي كنبغيك بزاف كاين ماشي شخص واحد. أنا غادي خصك تختاري شخص واحد دابا. كنبغيك نقدر نقولها لولدي الحبيب ديالي جاد، كنبغيك وكنحماق عليك وكنموت عليك. لما تقول مريم زعيمي اليوم توحشتك بزاف قدام الكاميرا. انا ماشي قدام الكاميرا حيت ما تشوفنيش. نبغي نقولها لاختي الله يرحمها توحشتها بزاف. توحشتها بزاف بزاف. كم سنه الان مرت؟ عامين وحنا قربنا نوصلوا العامين، قربنا نقفلوا عامين. مريم غادي ندوز انا وياك لواحد لو جو زوين غادي يعجبك مزيان. انت عندك مع لاكتين وعندك مع التيل وداك الشيء. نوقفوا دابا. انا وقفه انا عاد جلست. ارتاحي مع راسك. غادي نشوفوا هاد لو جو هذا من بعد ما نشوفوا واحد لو سكتش نخليك تكتشفيه دابا انت والجمهور. مريم زعيمي غادي تبدا ولا نبدا؟ اللي بغيتي. يلا بداي انت مشكل. يلا طوموبيل ويلي ولكن طوموبيل كاميو ها تراكس. صعيبة صعيبة. حيوان بعدا ملي درتيها كائن حيوان. طائر طائر. لا دجاجة في الروج. بيبي بيبي. برافو عليك. شتي ما خصكش تبقى ساكت تقول لي. يلا سير واعرة أنا ياك. أويلي كرة. حكم. نو نو. عموتة. تحية لي ها. تحية لعموتة صديقة زهرة. انت انت كتاكل الحار الهريسه الهريسه الحار السودانيه فلفله الحار. برافو. يلا وصلي هذه ما عرفتيهاش. حولي حولي فادو ها صبنتي وكمل حولي مشي جلد صبان. خليك في الحولي. أه. خليك في الحولي. اي انا في الحولي. حولي فادو فوالا. أه.
الكرشه.